السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم إيمي البربري، تخصص خياطة وديسنت مكان هندي ومكان عادي. لوجهك إن شاء الله بإذن الله في حاجة كده عايزة أوريها لكم، ممكن تكون واجهت أي حد فيكم مشكلة برضو. أهو بصوا أنا شغالة تمام، الشغل معايا مش بيسحب، يعني كده هوت اجي اشتغل اللي هو الشغل واقف ما بيسحبش، انتوا واخدين بالكم، والغرزه عايش شغاله مفيش اي مشكله خالص، بس الدواس مش بيسحب. طب ايه الحل؟ انا كل اللي هعمله بعد دلوقتي ان انا بصوا حتى بسم الله الرحمن الرحيم دوت، انا كل المشوار انا كل حاجه كل اللي هعمله يعني ان انا هجيب المفك بتاعي العادي واحاول ان افك المسامير تمام دوت، افكها عشان اكيد اللي هو بيشد القماش عامه مش شغال او في حاجه غلط، المسمار فك ممكن دوت، افكها تمام. دي مشكله طبعا جامده، وطبعا اي حد اكيد برضه هياخد المكنه يوجهها لاي صيانه، فكل المشوار ان هفك كده اهوت بسم الله الرحمن الرحيم تمام. دي بتطلع ازاي؟ انا هفتح ده كده اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم تمام. كل اللي هعمله ان انا هعمل ايه، طبعا هرفع الدواس دهوت، احاول ان انا اسحبها، طبعا مش تسحب معايا، مش تسحب معايا ليه؟ لان الابره نزل تحت، فانا كل اللي هعمله ان انا بس هرفع الابره دهوت واحاول ان انا اسحبها. بصوا الغرزه كانت شغاله ازاي، يعني كل الغرزه كانت شغاله مش في اي مشكله، بس القماش مش بيسحب معايا تمام. اهو بصوا لازم افك، لازم اطلع كل دوت من الـ المكان، الجزء اللي بينزل عليه الخيط وبيعمل سلسله هوريها لكم برده. المشكلة ان هي لفة جامد طبعا، ده ما كنت بوريكم. بصوا السلسلة شغالة عادي مش اي مشكلة. ده كده بقى لازم برضو افك، اجيب المفتاح معايا افك الجزء ده طالما هي مش عايز تطلع كده، افك الجزء دوت وبرضو بمفتاح سبعة يا جماعة، مفتاح سبعة مفيش اي مشكلة خالص. اوريكم بس انا بفتح مني عشان تبقوا عارفين. سو دوت الجزء ده مفتاح سبعة اهو معانا، واحاول ان انا افتحه بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الجزء ده لازم اشيله، زي ما قلت لكم كده بفتح المفتاح من المسمار دوت لو انتوا شايفينه. بصوا دوت اهو ده بفتحه كده برجعه للشمال كده اهوت ناحية الابرة، بفتحه ناحية الابرة تمام، وانا هحاول ان انا اشده اهو دوت، بمسكه كده ده موجود ايه ده كده واهو، حاول ان انا ارفع الدواس لان لازم ارفع الدواس عشان خاطر لازم يطلع معايا، ارفع الدواس كده واهو الجزء اتسحب معايا بكل سهولة. وبرده هنحاول ان احنا طالما فتحنا كده بقى ننضف المكنة اهو كده اهوت، في هنا اللي اهو بصوا اتفك خالص، لازم يتربط لاحظتوا سامعين يا جماعه، زي ما قلت لكم ان الجزء ده تحسوه بس مفكوك. فاحنا كده في طبعا حاجه فكت من المكنه، فلازم نعرف ايه سبب المشكله. فانا هحاول بقى طبعا هنا كده مفيش حاجه كده سليم، هحاول ان الف المكنه، ده كده اول مره اعرف ان اهو هنحاول نصلحها مع بعض. دوت اول حاجه، اول مره تحصل معايا، اول ما تحصل معايا وهنحاول مع بعض نعرف نظبطه مع بعض ان شاء الله باذن الله. بصوا يا جماعه عيب كبير ايه اللي حصل، انتوا لاحظتوا بصوا اهو دوت دوت بالنسبه للبتاع اللي بيسحب القماش، بصوا مفكوك ازاي، مفكوك خالص اهو، بصوا المنظر اتفك ازاي دوت، لازم يكون
نحاول كده ارجع تاني، ارده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نهوت اهو كده، شايفين معايا اهو انا بظبط كده دوت هي في الفتحه، بحيث ان ادخل الجزء ده تاني فيه، لانه فك مني، لانه فك طبعا من كتر الشغل طبعا. ممكن يحصل معايا كده الحاجه دي برضو اهو، لازم تكون جوه اصلا ده اهو. بحاول بصوا يا جماعه بسهوله اهو دخل معايا تمام. بس ان انا ايه عايزه ادخله برده جوه شويه اهو. انا كده رديته يا جماعه تمام، ما في اي مشكله. انا والله والله بجد فعلا ان انا اول مره يحصل معايا المشكله دي، اول مره يحصل معايا المشكله دي وانا شغاله معاكم، مفيش اي مشكله. فان انا لازم اشوف حاجتي بنفسي، لو ما عرفتش اوديها للصيان اهو. المشوار كله ان دي كانت طالعه، فخلى الدواس لا بيطلع ولا بينزل تمام. انا كده هحاول اجرب برده واشوف ايه النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه بفضل بقى ايه ادق فيه كده لحد ما يدخل معايا تاني، يرد تاني تمام اهو كده. بصوا التصوير كده مظبوط اهو. المسمار انا زي ما قلت لكم الماسوره دي كانت كلها طالعه بره كلها، يعني لقيت زي ما شفتوا كده اللي بيسحب القماش، شدد القماش اتخلع خالص، رايح طالع نازل على الفاضي، وطبعا الغرزه شغاله على الفاضي برده. فاللي هو ايه ديت الماسوره كلها كانت بره تمام، لحقته على اخر لحظه. فطبعا دخلت تاني وحاولت ان انا اظبط، طبعا دي كانت نازله تحت، حاولت ان انا اظبطها، والمسمار كان مفكوك اهو. هحاول ان اربطه كويس اهي خالص اهو اهو كده، هربطه كويس جدا بحيث ان هو ايه احاول ان اشدها كده ما تطلعش معايا لو كانت بتطلع تمام. لاحظت ان المسمار فك، وهو طبعا من الشغل فكت مني. دي حل المشكله اهو، حليناها مع بعض وكده خلاص الحمد لله عملناها. وزي ما قلنا ظبطنا المسامير بتاعتنا كلها، وبرده ايه نشوف لو في اي مسمار مفكوك برده نحاول ان احنا نظبطه تمام. اي مسمار مفكوك يا جماعه نحاول ايه ان احنا نربطه كويس تمام. انا كل اللي هعمله دلوقتي باقي ان انا هقفلها وهرجع اعملها معاكم واشوف ايه الاخبار ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو كده انا رجعتها تاني. احاول بقى ايه طالما انا فكيت طبعا الجزء دوت، احاول ان انا ايه اهو. بصوا يا جماعه شغاله، هي بتطلع وتنزل، ما كانتش بتطلع وتنزل، كانت طبعا ملقلقه. بصوا اهي ثبتت الحمد لله. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنسوش لايك 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 وبلاش الديسلايك، ايمن عليكم. دمتم في رعايه الله.